أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونواصل الحديث وفقراتنا المنوعة في هذا المساء من برنامج من عمان. الآن سنتحدث عن مفهوم جديد وهو الاقتصاد الفضي، هذا المفهوم الذي يختلف عن باطنه ومعناه يكرس لكبار السن، الفئات التي نستطيع القول أنها تعدت سن التقاعد. هناك أنماط حياة، أنماط معيشة، أنماط إنفاق وادخار، كل ما يتعلق بهذا المفهوم مشاهدينا سنتحدث عنه مع الأستاذ طالب بن سيف المخمري مدير عام التسويق والإعلام بإثراء. أهلا وسهلا. حياك الله أختي المها، وسعيد جدا بتواجدي معكم في هذا البرنامج الشيق، وأتمنى إن شاء الله أن احنا نقدم معلومة يعني تثري هذا البرنامج لمشاهدين طبعا قناة بإذن الله. في البداية يعني جيد لو نعرف المشاهد عن هذا المفهوم الاقتصاد الفضي. أنا ذكرت ملمح بسيط عن هذا المفهوم، ولكن دعنا نبحر فيه. صحيح، هو كمسمى أو كمصطلح الاقتصاد الفضي ربما يكون الاقتصاديين ربما يكونوا اطلعوا عليه، ولكن احنا بشكل عام نتكلم عن الاقتصاد الفضي. مثل ما ذكرت هو الشريحة يعني اللي تلعب دور أساسي في الاقتصاد الفضي هي طبعا كبار السن. احنا يعني نقول اللي هم من 60 سنة فأعلى هم اللي يكونوا أو هم اللي تتمحور حولهم فكرة الاقتصاد الفضي. لو احنا بنحطها في تعريف مبسط جدا، الاقتصاد الفضي هو عبارة عن المنتجات والخدمات الموجهة لهذه الفئة، يعني من هم في سن 60 سنة فأعلى. تأتي أهمية هذه الشريحة أختي المها من خلال طبعا اللي هي يعني مثل ما ذكرتي تغير أنماط الحياة وأسلوب الحياة، كذلك اللي هي الأمور المتعلقة بالصحة. اليوم أصبحت يعني الفئة هذه يعني ما تقدر تقول أنها عاجزة، لا بالعكس، اليوم من هم في سن 60 فأعلى 60 إلى 70 سنة بالعكس يمارسوا حياتهم الطبيعية مع طبعا وجود كل هذه يعني الخدمات، سواء كانت الصحية والخدمات المتعلقة بالتقنية أو الخدمات غيرها. يعني اليوم احنا نتكلم يعني لو بناخذ مثال على سبيل المثال على المستوى العالمي، من هم في سن الستين في العام تقريبا 1980 كان يقدر في حدود 382 مليون نسمة حول العالم. تضاعف هذا العدد أختي المها إلى في 2017 إلى تقريبا ما يقارب المليار، متوقع بأن كذلك يتضاعف إلى مليارين فاصلة واحد تقريبا في العام 2050. فهذا يعطيك كذلك اللي هي يعني انطباعات عن يعني خلينا نقول اتساع هذه الشريحة، اتساع قوتها الشرائية، حتى القوة الشرائية لهذه الشريحة. يعني احنا اليوم نتكلم عن يعني بعض المراكز الأبحاث، مثلا عندك اللي هي يورو مونيتور قدرت القوة الشرائية لهذه الفئة اللي هم 60 سنة فأعلى في حدود تقريبا 15 تريليون دولار أمريكي، متوقع بأن تكون في العام 2020. هذا الانطباع يعطيك أنه بهن في شريحة مهمة جدا ومستهلكة يعني حالها حال شريحة الأطفال، حالها شريحة الشباب، حالها شريحة النساء وغيرها. ويمكن خلال الحديث احنا نتطرق إلى بعض الجوانب اللي ممكن فعلا أن هي تكون يعني خلينا نقول فرصة تجارية للشركات اللي في مختلف اللي هي خلينا نقول أنحاء العالم، بما فيها كذلك اللي هي الشركات العمانية. من خلال حديثك أستاذ طالب ذكرت عدة أدلة وأمثلة من مراكز أبحاث حول العالم سعت إلى أن تتعرف أكثر حول هذه الفئة والنمط أو القوة الشرائية لها، كوننا مثل ما ذكرت نسبة الاستهلاك عالية جدا مثلها مثل أي فئة مختلفة. لكن خلينا نتحدث نحن بشكل محلي واقتصادي أكثر، ما أهمية قراءة المستقبل واستشراف المستقبل في ظل وجود الاقتصاد الفني أو الفضي؟ عفوا، بالضبط، هو الاقتصاد الفضي أختي المها لربما احنا يعني في إثراء طبعا حاولنا من خلال اللي هي برنامج السنة هذه 2018 فيما يتعلق بالأمسيات الاقتصادية بأن احنا نطرح هذا الموضوع النقاش والحوار، من خلال طبعا حاولنا تسليط الضوء على عدة أشياء بما فيها وأهمها طبعا اللي هي الفرص التجارية اللي ممكن تنتج عن اللي هي طبعا استهداف مثل هذه الفئات. لو احنا اليوم بنتكلم عن سلطنة عمان، لربما من هم في سن الستين فأعلى يمثلوا في حدود تقريبا 4%، ولكن من هم في سن الخمسين هم تقريبا في حدود 11%. فمعناها انه هذول بعد 10 سنوات راح يصنفوا ضمن اللي هي الخطه، عفوا ضمن الفئه اللي هم 60 فاعلى دخلوا على اللي هي سن التقاعد. فكيف احنا اليوم ممكن فعلا ان احنا يعني ما ننظر فقط الى السوق المحلي كشركات وكقطاع خاص عماني، ولكن ننظر الى المليار حاليا والى المليارين في عام 2050 اللي متوقع ان يصل فيها الفئه السنيه هذه في كافه وشتى المجالات، بما فيها ربما تكون اللي هي المجالات المتعلقه يعني بالمنتجات الاستهلاكيه، بالخدمات اللي المتعلقه مثلا بالسياحه، بالمصرف، بمختلف اللي هي اطيافها. كيف احنا اليوم ممكن فعلا
يعني نشجع القطاع الخاص العماني بأنه يستهدف هذه الفئة ليس محليا وإنما حتى عالميا. بعض الأحيان يعني الفئة هذه زمان كان الواحد لما يدخل في سن 50 يقول أنا خلاص تعبان وما أقدر أسير وما أقدر أيوة وإلى آخره، لكن اليوم أصبح لا مختلف تماما. الشخص في سن يعني اليوم كنت أقرأ خبر في إحدى الصحف المحلية، بريطاني مسن عمره تقريبا في حدود 95 سنة يعني حقق رقم قياسي فيما يتعلق بالغوص، 95 سنة ولساته يمارس الحياة الطبيعية، يمارس هواياته، يمارس أنشي بشكل طبيعي. فما بالك أنت اليوم بأني أنا يعني في سن معين من 60 فأعلى ممكن أنزل للسوبر ماركت أنا أشتري أغراضي بنفسي، أنا ممكن أني أخذ على جولة سياحية في إحدى الدول، أنا ممكن والله أروح المصرف أروح اللي هي أشتري أغراضي أشتري. مثال آخر أختي المها، الواحد ممكن يعني ما ينظر إلى هذه الأمور، ولكن اليوم فعلا شركات عالمية كثيرة أخذت هذا النهج، انتبهت إلى هذه الفرص، بدأت توظف يعني خلينا نقول تقنيات، بدأت توظف اللي هي جهودها استراتيجياتها في فعلا أنها يعني تستهدف هذه الفئة وتحاول أنها توصل للمنتجات، يعني خلينا نقول لأنه المتطلبات المتقدمين في السن تختلف عن باقي الفئات. صحيح. أعطيك مثال بسيط. هناك استثناءات. أكيد. أعطيك مثال بسيط، يعني في إحدى الشركات في أستراليا تنتج القهوة، عملت علبة القهوة يعني ضيقة من الوسط بحيث أنه يسهل على كبار السن والمصابين بالروماتيزم بأنهم يمسكوا هذه العلبة بطريقة سهلة. كذلك الغلاف أو الغطاء، بدل ما يعملوا هذيك اللي يتولفوا اثنين عليها على اساس يبطلوها، لا يعني من ورق وبالامكان فتحها بسهوله تامه من اجل تسهيل معيشتهم. بالضبط. فهي احيانا يعني تكون الامور متعلقه باشياء بسيطه، ممكن تكون في التغليف في الباكجينج او في عمليه اللي هي خلينا نقول تصميم المنتج، حتى فيما يتعلق بالبيانات الموجوده على المنتج. احد الامثله في المانيا على سبيل المثال اختي المها، اللي هي الريتيل او اللي هي عمليات البيع بالتجزئه، احد السوبر ماركتس لاحظوا من خلال طبعا متابعتهم اللي هي يسمونها البيهيفيورز او السلوكيات المستهلكين او الزبائن المتعاملين معهم، بانه كبار السن بعض الاحيان يكون صعب عليهم انهم يطلعوا الى الارفف العاليه او ينزلوا الى الارفف اللي هي خلينا نقول في مستوى متدني. بالضبط. فعملوا ايش؟ غيروا يعني قصروا من رفعوا من الاسفل وقصروا من اللي هو الرفوف هذا من الاعلى. لاحظوا انه بعد مرور سنه بس العائد او عائدات السوبر ماركت هذا تضاعفت بسبب ايش؟ انهم هم فعلا يعني خدموا هذه الشريحه بطريقه يعني خلينا نقول جذبتهم بطريقه فعلا سهلت حياتهم وغيره. الامثله يمكن تكون عديده كثيره وعديده. نعم. يعني اليوم احنا نتكلم عن الخدمات الصحيه، نتكلم عن خدمات التجميل على سبيل المثال. صحيح. سواء كان ذكور ام اناثا، يعني حتى الذكور. نعم. اليوم يعني كم حجم المواد صبغ الشعر على سبيل المثال المستخدمة، هذا شيء ما ممكن حد ينكره. يعني اليوم كم عدد عمليات اللي هي خلينا نقول العناية بالبشرة اللي وإلى آخره. فاليوم أصبح منهم في سن الستين يعني دائما مواظبين محافظين على حياتهم، ما قال أنا والله وصلت 60 خلاص أنا شيبة و صحيح. ما أقدر أتحرك وما أقدر أسير وهي ومارس حياتي. يعني مثل ما ذكرت الأمثلة عديدة، والأمثلة لربما في دول مختلفة. أكيد. ساعدت وأسهمت إلى تسهيل معيشة كبار السن، لكن إحنا خلينا نتحدث بواقعية أكثر. نعم. أستاذ طالب، هناك لربما العديد من التحديات التي قد تواجه المؤسسات نفسها. خلينا نتحدث سوبر ماركت بسيط أو بقالة يعني بسيطة. نعم. مثلا إنها تركز على هذه التفاصيل التي تتعلق بكبار السن هنا في المجتمع معنا. خلينا نتحدث عن هذه التحديات، لماذا لا يتم تطوير، لماذا لا يتم تطبيق، كونكم أيضا تقيمون مثل هذه الحلقات وهذه. صحيح. الأمسيات من أجل إيجاد الحلول. صحيح. شوفي هنا في شقين أو في المسؤولية هذه ممكنها تكون يعني خلينا نقول مشتركة من عدة جهات، من القطاع الخاص نفسه أو كيف فعلا، لأنك اليوم أنت تتكلمي عن فرص، هي تجارة في الأساس يعني مبنية على أنك كيف تستغل هذه الفرص، هي مبنية كذلك على الابتكار والإبداع في عملية أننا فعلا. صحيح. اليوم أنا في عندي تركيز معين على شريحة معينة، كيف ممكن فعلا أنا ألبي يعني احتياجات needs، يعني هذا في عندهم احتياجات معينة، كيف أنا ممكن فعلا. وهذه يمكن تكون واحدة من أصعب، لأنه هذه الاحتياجات دائما تكون في تصاعد، يعني اليوم أنا أرضى بهذا المنتج بالشكل هذا، بعد فترة أقول لا يا أخي هذا ما يطوره وببدأ غير. لذلك احنا استضفنا مؤسسة أختي المها في الأمسية اللي احنا تكلمنا عنها وناقشنا فيها الاقتصاد الفضي، هم يسمونها الايرلندا، هي مؤسسة ايرلندية. نعم.
تعنى بهذا الجانب بالسيلفر ايكونومي او باللي هي خلينا نقول ايجينج سمارت ايجينج ايكونومي، وهي بشراكه وبعضويه عده مؤسسات بما فيها مؤسسات بحثيه بما فيها مؤسسات حكوميه، وهي تعتبر الاولى عالميا في شكلها او في تنظيمها اللي هو الاداري. الفكره هذه وعنايه الدول الاخت المها هي ما بدات من زمان على فكره، هذه المؤسسه اسست في العام 2015 تقريبا، فرنسا بدات الاهتمام بشكل يعني جزئي في هذا الموضوع في 2013، كندا كذلك لها اهتمام بانه يكون في كيان يعني خلينا نقول مركزي موحد يقوم بالعنايه بهذا الشيء. فخلال الجلسه اللي احنا عملناها هم نقلوا تجربتهم كيف فعلا هم ساهموا في مساعدة القطاع الخاص سواء السوبر ماركت الكبير السوبر ماركت الصغير أو حتى المؤسسات اللي هي متناهية الصغر. نعم. كيف احنا ممكن فعلا انه يعني نساعدهم. اعطيك مثال بسيط وهي فكرة ممكن هالفكرة هذه تكون يعني ليش يمنع من السوبر ماركت الصغير هذا يكون عنده تطبيق معين على الموبايل أو على الهاتف الذكي على سبيل المثال، هو يوصل هذا إذا كانت الفئة هذه بالنسبة له هي مستهدف يعني من خلال طلبيات إلكترونية هو ممكن يوصل حتى هذه المنتجات إلى زبائنه. صحيح. وهذه يعني نهج بدأته يعني بنوك أوروبية على سبيل المثال، لأن تعرف يعني هنتكلم عن 15 تريليون دولار اللي هي خلينا نقول القيمة الشرائية لهذه الفئة، معناهم إنه معظم اللي هم الناس اللي يعني نقول منهم في هذه الفئة هم يعتبروا من الأغنياء أو من ذوي خلينا نقول يعني الجاه ومن ذوي اللي هي خلينا نقول الفلوس احنا نسميها بالعمانية. زين فحتى يعني وصلت إلى أنه هذا البنوك يعني ترسل موظفيها إلى بيوت يعني المتعاملين معها يخلص إجراءاته إذا ما حب يخلصها من خلال طبعا اللي هي ينهيها عنه ينهيها يعني يروح للبيت تفضل معاملاتك كذا خلصت نرجع لك. فكذلك الجوانب المتعلقة بالخدمات مثل السياحة على سبيل المثال، يعني كيف ممكن يوظف يعني لأنه سياحة الشخص المسن أو منهم متقدمين في العمر تختلف عن الشباب. أكيد. هو يبحث عن الراحة ولا يبحث عن المغامرة. نعم. كيف اليوم شركاتنا وشركات سياحية في سلطنة عمان يعني ممكن أن هي يعني تضع خططها يعني تبدأ تستهدف هذه الفئات يعني تستفيد منها، لأنه مثل ما قلنا يعني هم ويلثي يعني عندهم فلوس ممكن الواحد انه يستفيد منها لربما، لكن الاحظ انه الحديث يعني استاذ طالب من خلال تركيزك على خلينا نقول القوه الشرائيه للجانب الاخر من العالم، كون ان مختلف الدول مثل ما ذكرت ذوي الدخل المرتفع، نحن خلينا نتحدث بشكل محلي اكثر واللي هو من خلال اقامتكم لهذه الامسيه او هذه الحلقه ركزتم على المجتمع المحلي، كيف ممكن المؤسسات تسعى لاستقطاب، تسعى ايضا لخدمه هذه الفئه، ايضا بما يعني يواكب قوتهم الشرائية البسيطة خلنا نقول أو المتوسطة كما نحن نتحدث بشكل عام ولا نخصص فئة عن أخرى. الحديث عن الخدمات مختلف تماما أو الأفكار أيضا مختلف تماما، لكن خلنا أيضا نسلط الضوء على هذه الفئة إن كانت قادرة على الإنتاج هل بإمكان بعض المؤسسات أن تخلق فرص وظيفية لها؟ نعم، هذه واحدة من النقاط اللي احنا تطرقنا لها أختي المها في, 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 في طرحنا للموضوع، وهي كانت بأن اليوم احنا نتكلم عن انه في سن الستين اليوم اصبح يعني لساته عنده من العطاء اللي ممكن هو يقدمه من خلال طبعا اليوم نتكلم عن خبرة تراكمية، احنا اليوم نتكلم عن اللي هي يعني خلينا نقول استفادة منه في عدة يعني خلينا نقول مجالات ان صح التعبير. واحدة من الاشياء اللي يعني صراحة فاجأتني بأنه في واحدة من المؤسسات الخاص القطاع الخاص في عمان أو في سلطنة عمان تقوم بعملية أنه تهيئة الموظف إلى سن التقاعد من خلال طبعاً يعني معرفة إيش اهتمامات هذا الموظف. والله مثلاً على سبيل المثال واحدة من اهتمامات أحد موظفيهم كان في التصوير، فقبل سن التقاعد بفترة معينة بدأوا مع هذا الشخص في عملية تأهيله كيف أنه ممكن هو يمارس ريادة الأعمال قبل ما يطلع إلى سن التقاعد. على وصوله إلى سن التقاعد هو كان يعني خلاص بدأ أعماله التجارية الخاصة، خرج للتقاعد هو أصلا يعني لساته منتج، يعني كم حجم الوظائف اللي ممكن أنه هو يخلقها. في تقرير الاتحاد الأوروبي في 2018 تناول كذلك لمساهمة الاقتصاد الفضي في الاتحاد عفوا في دول الاتحاد، فكان يتكلم عن في 2015 تقريبا كانت مساهمته حدود 3. تقريبا 7 تريليون يورو. عدد الوظائف اللي محتمل انه يخلقها الاقتصاد الفضي في الاتحاد الاوروبي في 2025 تقريبا في حدود 88 مليون
فرصة عمل. نعم. فما بالك أنت اليوم يعني يعني بدل ما يروح يطلع تقاعد يروح البيت، لا هو ممكن يأسس عمل تجاري، عمل تجاري هذا كذلك ممكن يخلق فرص توظيف ليس للشخص فقط وإنما ممكن يكون لأشخاص آخرين من المجتمع. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا ننظر لها. الشيء الثاني يخطي لها اللي هم يسمونه التصورات أو اللي هي perceptions عن الناس اللي يصنفوا ضمن هذه الفئة. مثل ما خبرتك احنا زمان نقول انه اللي يدخل في الستين والخمسين خلاص يعني خلاص يعتبر انه هو انتهى ما ممكن يقدم شيء. لا بالعكس، اليوم ناس تزعل يعني حتى في التسويق يعني المتابع لاستراتيجيات الشركات هذه يعني في تقديم خدماتها او تقديم منتجاتها لهذه الفئة ما تصنفها بان هي لكبار السن. ليش؟ لان يقول لك انا ما ارضى انك تقول لي انا كبير في السن. نعم. انا شخص طبيعي امارس حياتي. صحيح. امارس يعني خلينا نقول يعني لها ابعاد نفسيه لها ابعاد نفسيه فهذه دائما يعني واحده من الاشياء اللي احنا ننظر لها بانك انت فكر في هذا الشخص بانه هو منتج ولا زال منتج بالامكان طبعا الاستفاده منه بشتى الطرق. اذا كان مستهلك كشركات هي ممكن توظف عمليه انه الاستفاده من القوه الشرائيه لهذا الشخص. اذا كانت كذلك جهات اخرى ممكن كذلك اللي هي توظيف عملية الخبرات الموجودة معه. إذا والله هو يعني فتح عمل تجاري ممكن هو كذلك أنه يساهم في عمليات التوظيف في عمليات اللي هي خلينا نقول خدمات المجتمعية وغيرها من الأمور اللي فعلا يعني الواحد يمكن وقت البرنامج ما يسمح لنا احنا ناخذ الموضوع. صحيح. بتفصيل أكثر. نعم. ولكن احنا راح نتناول هذا الشيء إن شاء الله في نشرة إثراء الإخبارية من خلال مقال مفصل بإذن الله راح تصدر في منتصف سبتمبر بعون الله تعالى. في منتصف سبتمبر بإذن ستكون الله لك وراح نشرة تكون مختصة. متوفرة يعني راح تكون متوفرة إلكترونيا على موقع الإثراء إثراء.com بالإمكان طبعا الاطلاع عليها بالإضافة لبعض التقارير الموجودة حاليا على الموقع عن الاقتصاد الفضي واللي هي كانت عبارة عن تلخيص لما تم في اللي هي الأمسية الاقتصادية الأخيرة اللي ناقشت أو تناولت هذا الموضوع. الموضوع جدا شيق ويحتاج إلى أكثر من جلسة كون أن الحديث والأفكار فيما يتعلق في المؤسسات اللي ممكن أن تطبق لو البسيط أو القليل من الأفكار التي ذكرتها كون أن أيضا يحتاج العالم إلى مواكبة خلينا نقول مواكبة وأيضا التركيز على مختلف الفئات العمرية مش فقط الشباب أو الأطفال بل هناك أيضا فئات تستدعي إلى الاهتمام بها. الأستاذ طالب بن سيف المخمري مدير عام التسويق والإعلام بإثراء شكرا لك. شكرا لك يا أخي. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا هذا كان الحديث عن مفهوم الاقتصاد الفضي وأنماط حياة مختلفة تختلف اليوم وقد أيضا تختلف بالغد يحتاج القليل إلى التمعن فيها وأيضا لفت انتباه وتسليط الضوء عليها. من هذا الحديث من الاقتصاد الفضي إلى حديث آخر مختلف نسبر أغوار التاريخ وحصن